آخر فيديو لينا في المنهج عن حاجتين صغيرين، حاجة اسمها سكوربيونز العقارب والسايكلز. أول حاجة السكوربيون، سكوربيون ده من عيلة مين؟ من عيلة الأراكنيدة، من عيلة الأراكنيد. ليه ستينج، ليه اللي هو الشوكة اللي فوق دي، بيقرص بيها وبيحقن بيها سم. فالعضة أو القرصة بتاعة السكوربيون بتبقى قاتلة. أولا هي extremely painful، فممكن العين اصلا يموت من النيوروجينيك شوك، من البين بتاعه القرصه بتاعه العقرب، ولوكالي بتعمل انفلاميشن ونكروزس في السكين اللي هي اتحقنت فيه، ممكن تعمل كونفولجنز للعيان، ولو هو عيل صغير او حد كبير في السن او ديبليتيتد او ميونو سبريس ممكن يموت في ساعتها بسبب الهارت فيل. طيب ازاي اتعامل مع قرصه العقرب؟ في مكان الحادث اول حاجه تورنيكيت، مكان ما العقرب عض البني ادم ديستال ليها، اروح رابطه رجليه او رابطه ايديه ديستال لي القرصه علشان السم ما يبتديش ايه يوصل للقلب ويبقى ديسيمينيتد، احاول ان انا ما يحصلش ابسوربشن للسم في الحته دي. بعد كده عايز اشيل السم على قد ما اقدر، اعمل ساكشن، افتح بمشرط وابتدي اعمل ساكشن للدم في المنطقه دي. بعد كده على اقرب مستشفى يدوله انتي سكوربيون سيروم، وعالج الشوك لو موجودة، عالج الكونفولجنز لو موجودة، هديله انالجيزكس، اتفقنا ان هو ممكن يموت من البين، انالجيزك ممكن توصل للمورفين حتى او اسبرين او اي انالجيزك، ممكن ادي كورتيكوستيرويدز كمان. طيب الكنترول بتاعها ان انا ايه برش انسكتيسايدز في البيوت واحاول ان العقارب ما تدخلش البيوت. اخر حاجة في المنهج هي السايكلوبس، سايكلوبس يعني الاعور، سايكل يعني مدور، اوبس يعني اي، ده كائن عنده عين واحدة مدورة في نص راسه اللي هو المنظر ده. سايكلوبس ده أحد القشريات برغوت الماء، حجمه صغير جدا، موجود في المية ما بيتشافش بالعين المجردة، عشان كده سهل ان احنا نشربه مع المية وينقل لنا ديزيز. ايه الميديكال امبورتنس بتاع السايكلوبس؟ كان بينقل لي 3 هلمنتس خدناهم في الترم الاولاني، ضايفي لوبوديريام ليتم، ضايفي لوبوديريام مانسوناي، ودراكينكلاس ميدينينسيس. طيب ازاي اعمل كنترول لهذا السايكلوبس ده؟ والسايكلوبس بيعيش فين؟ في الماء، يسكن البحر هو يحبه الناس، يبقى يعيش في الماء وبالذات في الويلز او في الابار. ميه الابار اعمل لها ريجولر ستيمينج، ابخرها لو انا مش محتاجها. طب لا انا محتاجها وهستخدمها، يبقى يا ريت يا اما افلترها يا اما اغليها قبل ما اشربها. طيب او اقفلها علشان ما تتلوثش، خلاص يبقى كفرنج. طب انا محتاج الميه اللي فيها، استخدم مضخات تطلع لي ميه البير بس اكون ايه قافلاه ومغطيه. ناحيه السايكلوب بقى اموته، ارش في البير حاجه تموته زي الكالسيوم اوكسايد، زي الكلورين، زي الكابر سلفيت، كل دي سموم بتموت السايكلوب. او اجيب سمكايه اسمها بربس، بربس فيش دي، واحطها في البير، دي ايه بتتغذى على السايكلوبس فتخلصني منه. Thank you.